تتخلص من الفكرة القديمة المتمثلة في أن تكون أنت الشركة الشاملة. من فضلك قم بإزالتها من عقلك مرة واحدة وإلى الأبد. فلم يعد القيام بكل شيء تحت سقف واحد من التصميم الأولي وصولاً إلى المنتج النهائي هو أفضل استراتيجية لتحقيق النمو والأرباح، ليس فقط من أجل المنافسة بل من أجل البقاء. يتيح التصنيع لدى الغير فرصة الحصول على تنوع شاسع في مجالات متعددة تشمل قوائم منتجات لا حصر لها. يتجنب التصنيع لدى الغير الشركات تحمل تكاليف باهظة من أجل الحصول على منتج نهائي ذو قيمة، فليس عليك أن تتحمل تكاليف الإنشاءات والبنية التحتية وكلفة المعدات وخطوط الإنتاج وأعباء استقطاب الكفاءات وتدريب الأيدي العاملة. كما يحقق نظرية ذا سكن شانس الفرصة الثانية، ونقصد هنا التجربة، حيث يمكنك أن تجرب مدى إمكانية نجاح منتجاتك دون المخاطرة باستثمارات ضخمة. تتبنى سامكو فلسفة التصنيع المرن وإتاحة الفرص لجميع الشركات من أجل التعاون فيما بينها لتحقيق أهداف عدة تعود بالنفع عليها وعلى تلك الشركات المناصفة. فتقدم سامكو خدمات التصنيع لصالح الغير وتجميع المنتجات المختلفة إلى جميع الشركات بهدف إتاحة الفرص لتبادل الخبرات والتعاون الفعال، ومن ثم تحقيق مبدأ وين-وين، تفوز نفوز. ننتظر تواصلك من أجل مزيد من الإيضاحات حول برنامجنا الفريد. وقع معنا، كن أسرع من منافسيك.